بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لا يزال حديثنا يتتابع فيما يرتبط بالعلاقات الزوجية، وقد وصلنا إلى الجهة الأخرى من العلاقة، وهي ما إذا تعثرت إمكانية الاستمرار في الحياة الزوجية وحصل الفراق أو الطلاق. وقد تحدثنا في حديث سابق عن أنه هل يوجد هناك طلاق جيد أو ما عبر عنه القرآن الكريم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هناك عدد من الأسئلة التي سوف نختتم بها الحديث في هذا الموضوع، وينبغي الإجابة عليها لأنها تتردد أحيانا في ذهن قسم من الناس. السؤال الأول: هل أن هناك تأثيرا لما يسمى بالأعمال من السحر والكتابة وما شابه ذلك مما يؤدي إلى طلاق فلان لزوجته فلانة؟ هل يحصل أن يكون زوجان منسجمين في حياة هانئة سعيدة، فيحصل لهما مثلا عمل من الأعمال أو ما يقال ذلك، فتفسد علاقتهما فجأة وتنتهي حياتهما الزوجية إلى الطلاق؟ هل يحصل هذا أو لا؟ هذا أحد الأسئلة التي تخطر ببال قسم من الناس، ونحن قد تعرضنا في وقت سابق إلى موضوع ما يسمى بسحر التحبيب أو جلب الزوج أو استمالة قلبه أو ما شابه ذلك، فلا نريد أن نعيد كامل المطلب، لكننا نشير إلى بعض الجهات. الجهة الأولى أنه لا ريب أن هناك نشرا لهذه الفكرة بشكل واسع جدا من مختلف الفئات، وهذا الذي يجعل
من حبتها قبة ويجعل من الواحد ألفا. هناك عوامل متعددة تتضافر لكي تنشر هذه الفكرة حتى وإن لم تكن حقيقية. من الذي ينشر هذه الفكرة؟ أولا المدعون لعقد السحر وللتحبيب وللتفريق. ليش؟ لأن الأمر وراءه مصلحة مادية. يأتي شخص يعرض على زوج أو على زوجة: هل تريد أن تجعل شريكك الزوجي لا يلتفت إلى غيرك ويتعلق بك تعلقا أعمى؟ الحل عندي أنا، لكن كل شيء بقيمته، خلي إيدك على هالقد ريال وأنا أصنع لك مثلا عملا من الأعمال، أكتب لك شيئا، أعقد لك سحرا، أعمل لك عملا يجعل هذه المرأة لا تفكر في غيرك ولا تقبل أن يتزوجها أحد سواك. أو بالعكس، وهو أكثر في النساء: أترك هذا الرجل لا يرى أحدا إلا شخصك، لكن هذا بقيمته. من المستفيد هنا؟ هو صاحب القريحة كما يقولون. فمن المهم عنده أن ينشر هذا من باب التسويق. الضحية أيضا في كثير من الأحيان يكون عاملا، قد يكون كذبا ما يقوله، قد يكون كذبا وهراء ولا أساس له، ولكن لتسويق عمله وشغله هو يبدأ بالحديث بهذه الطريقة. الضحية أيضا في كثير من الأحيان يكون عامل تسويق ونشر لهذه الأفكار: أنا مثلا طلقت زوجتي، قد يكون لسوء خلقي، قد يكون لعدم قدرتي على معالجة المشكلة، قد يكون لأسباب أخرى، لأنني لا أريد أن أحمل نفسي هذه المسألة. ماذا أقول؟ أقول عمل لنا سحر، يعني أنا مو مقصر. صعب على الإنسان لا سيما الرجل، وقد تحدثنا في هذا الموضوع في أوائل الحلقات هذه، وقلنا أن الرجل بالذات دائما يحب أن يكون شاعرا بالقوة والاستقلال، وأنه لا يعتمد على أحد. فمن الصعب عليه أن يأتي الآن ليقول أنني أنا فشلت في إدارة هذه الأسرة، فشلت في التعامل مع هذه الزوجة، لم أستطع أن أدير أمري. زين، من هو السبب؟ إما أن يقول الزوجة هي السبب، فإذا علم أن الزوجة كانت امرأة صالحة يقال عمل لنا سحر. يذبها القضية على شنو؟ جانب غيبي ما تقدر أنت تتحقق من عنده. بدل ما يقول مثلا أنا كان لازم أغير أخلاقي وطريقتي وأسلوبي وأقرأ أتثقف. أيها الأحبة، أيها الإخوة، كثير من الناس يتصور أن الإدارة الزوجية سهلة. هي من أصعب الإدارات، من أصعب الإدارات الحياة الزوجية. الآن في أي واحد يراد أن يوظف مثلا في إدارة الموارد البشرية يقولون لازم تكون دارس في هالتخصص، طيب 4 سنوات أو ما يشبه ذلك، على الأقل عندك بكالوريوس فيه.
يأتي ويتزوج وهو أمي لا يعرف ألف باء الحياة الزوجية، مع أن هذه الحياة الزوجية وإدارتها أصعب من إدارة قسم الموارد البشرية في الإدارة الفلانية. هناك يطلب منه شهادة ودراسة وقراءة وامتحان، هنا لا يطلب منه شيء أصلا. ربما أقول لك ربما يكون في بعض الأحيان أميا في قضية العلاقة الزوجية، يعرف أنه رجال وتلك امرأة وكيف يأتيها وكيف ينامان معا، أما غير هذا لم يقرأ، لم يتثقف، لم يتعرف، لم يدرس، لم يتدرب. فإذا كان كذلك، بدل أن يعترف ويقول أنا أقدمت على هذه الخطوة وأنا أمي في هذا الجانب وأنا عنيف المزاج وأنا أخلاقي غير طبيعية، يقول عمل لي سحر. الضحية يبدأ ينشر شنو؟ هذه الفكرة. أو المرأة نفس الكلام، الزوجة أيضا قد يكون نفس الشيء، يابا ليش اتطلقتوا؟ ما ندري كل شيء كان، ما قصر. تجي تتحدث ويا كل، لو صار لكم فرصة تطلعون على المشاكل، هذا يقول والله ما قصرت في حقه ولا بمقدار ذرة، وذيك هم تقول ما قصرت في حقه ولا ذرة، كل شيء اللي يريد العدل. شلون صار هذا الطلاق؟ طيب، فحتى لا يحمل هذا الشخص نفسه المسؤولية، يلقي المسؤولية على جهة لا يمكن التحقق منها، طيب، ولا يمكن أن تعرف. يا بعمل من عمل لكم سحر؟ وين هذا السحر؟ كيف أثر فيكم؟ يقول شفنا مثلا ما أدري شوية شعر تحت السرير، وشفنا بيضة ما أدري مكسورة فوق ما أدري وين، وشفنا كذا. وقديما كانوا يقولون شيء آخر، هسه الحمد لله هذا ما موجود، كانوا يقولون أنه شفنا مشمر، مشمر هذا اللي يلبسوه النساء في البيت، شفنا مشمر معقود مربوط، فما دام هذا المشمر معقود خلاص زين، فلانة فتشت المشمر خلاص، إذا انفتش المشمر هذا وحلت العقدة انتهى الموضوع. هذا في السابق كان كثير شائع، الآن ما موجود. بالتالي الزمان يتقدم وتصير الوسائل مختلفة، يصير أنه مثلا ما أدري كذا كاتبين اسم فلان وفلانة ومخلين كذا وضرب وزائد وجمع وفوق وتحت ومخلينا في فلان مكان ومخلينا في قبر. بعضهم يجي يقول لك هذا مسوي لنا سحر، مخلينا في قبر من القبور. هذا نوع من الإحالة على المجهول. طيب، الإسلامي، فإذا هذه الضحية هم تجي تشيع هذا الأمر بغض النظر أنه صحيح لولا، أنا وأنت أيضا ننشره. ليش؟ لأن الإنسان متعلق بنقل الغرائب. الآن لو أنت جلست في جلسة وقلت مثلا اليوم طلعت الشمس الصبح، هذا ما يعتبرونه خبر. ليش؟ لأنه شيء عادي، مو خبر هذا. بس لما تقول أكو سحر كذا وكذا صار وبهالطريقة، كل ما ضخمته وفخمته وكبرته انفتحت الأعين عليك وانشدت إليك، طيب هذا خبر ينقل، وكلما زاد الخبر غرابة صار نقله أكثر وأيسر. زين، يصير مبرر لنقله. هذا أيضا يصير عامة الناس يتناقلون هالأخبار هذه. صار المسوق الأصلي ينقل خبر وهو غير صحيح، الضحية المفترضة تنقل الخبر وهو غير صحيح،
عامة الناس بحثا عن الغرائب أيضا ينقلونه وهو غير صحيح. نعم في موارد هي أندر من النادر، أندر من النادر، ولا تقوم إلا على أساس توثق وحجة كاملة. أما كل واحد فشل في شيء بسرعة يذبها على معمول إلي عمل، ليس كذلك. فلانة تأخرت في الزواج، ليش؟ معمول له عمل؟ لا يا بنت الحلال، تأخر زواجك إلى ظروف اجتماعية وموضوعية مو وحدك، أكو في بعض البلاد 8 ملايين، قالوا 8 ملايين ممن تأخر بهن سن الزواج من مجموع سكان 27 مليون. طيب عدد هائل، هذول كلهم معمول إليهم أسحار؟ أكو هناك ظروف موضوعية. فإذن نحن نعتقد أن هذا التفكير هو إبعاد للقواعد الحقيقية. تريد محبة؟ المحبة ما تجي بكتابة وكذا، ولا تجي بأعمال من هالنوع، تأتي بشكل آخر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب اعمل عمل صالح، تخلق بأخلاق حسنة، صير آدمي، وصيري آدمية، سوف ترين وسوف ترى أن الناس يحبون هذا الإنسان. الآن الناس المحبوبين في هذه الحياة هل عاملين أسحار لمن يحبهم؟ كلا، إنما هو سحر العمل الصالح، إنما هو سحر الإنجاز، إنما هو سحر الإحسان. طيب قسم من الناس لا يحاولون زيادة أمواله، يقول لك إذا تسوي هذا الحرز الفلاني أو ما أدري السحر الفلاني أو كذا تزيد فلوسك. لا، الطريق الطبيعي الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو أن يسعى الإنسان أن يعمل، أن يجهد، أن يخطط، أن يفكر، يحصل على المال. أنا أريد، أنا قاعد في مكاني، أعمل لنفسي سحرا أو يعمل لي سحرا حتى أو يعمل لي سحر حتى أقوم بالحصول على الأموال، هذا لا يكون. فنحن نعتقد أن ما يشاع من قضايا الطلاق ونسبة ذلك إلى قضايا الأعمال وما يرتبط بها، هذا أمر لا دليل عليه من الناحية العلمية. لا أحد يأتي ويقول أنه يعني أن السحر ماكو والقرآن يقول ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه في محله، ذاك موجود، لكن هل ذاك هو موجود هنا أو لا، هذا يحتاج إلى دليل. أكو هناك كفر، بس هل كفر موجود عند زيد؟ لا. أكو هناك إيمان، هل هذا الإيمان موجود عند خديجة؟ لا بد من تحقيق. مجرد وجود إيمان وكفر وسحر وغير ذلك، مجرد وجوده في الكون لا يعني أنه موجود عندي وموجود في بيتي. طيب لابد من إقامة البرهان. شلون أنت تقول إذا أكو كفر في الدنيا فإذا فلان كافر؟ ما تقدر تستدل هالشكل. أكو إيمان في الدنيا إذا فلان مؤمن؟ ما تقدر تستدل بهالطريقة هذه. كذلك أكو سحر في الدنيا إذا فلان مسحور؟ ما تقدر تستدل بهذه الطريقة. فإذا مثل هذه الأمور هي إحالة على مجهول وعلى غائب، وتحتاج إلى إثبات علمي. هذا الإثبات غير متوفر في العادة، وإنما ينبغي أن ينظر الإنسان إلى وضعه، طريقة إدارته، يتشاور، يشوف على الأقل يقول لغيره ممن هو ناصح، يقول له أنا هالشكل، هل ترى أن طريقتي هذه هي أحد الأسباب
اللي أدت إلى سوء العلاقة بيننا وانتهت إلى الطلاق، أو لا، تعال شوف الأسباب القريبة، الأسباب الواقعية، الأسباب اللي يمكن التحقق منها. هذا أحد الأسئلة، ولا نطيل في الحديث عن إشارة طبعا إلى أنه حكم السحر عندنا غير جائز، تعلمه غير جائز، أخذ المال عليه غير جائز، إعطاء المال غير جائز، كلها هذه. ولعل الإنسان يستنتج من هذا أن الإسلام يريد أن يعدم هذا الجانب، يريد ما يبقي له أثر في المجتمع ولا جهة من الجهات التي تبقى من أمر السحر وما يرتبط به. لا تتعلمه، إذا تعلمت لا تتاجر فيه، إذا صار عندك سالفة لا تروح وراه، وعلى هذا المعدل. هذا أحد الأسئلة. سؤال آخر في موضوع تدخل الآباء والأمهات، ما هي الحدود التي يستطيع الأب والأم أن يتدخلا في أمر الطلاق؟ وهذه من المشاكل التي بالفعل نحن نواجهها، حالات الزوجان يكونان منسجمين، الأب لسبب من الأسباب لا يريد هذا الزوج، أب الزوجة، أو بالعكس، فيبدأ يستخدم ضغطه ويتدخل إلى أن يفصم هذه العلقة. حادثة يعني كتبت لي بالواتساب قبل أيام، الناقل يقول أم البنت بدأت تتكلم مع بنتها أنه هذا ما يناسبنا، مش عندك باقية وياه، 1000 واحد يتمناش، 1000 ها مو 1 ولا 2، وإحنا غلطنا عندما زوجناه، فإذا الآن أنت لازم تسعين، وهذا من الأمور العجيبة يعني، لازم تسعين في التنكيد عليه حتى يطلقك. والناقل إن صح نقله يقول أن بدأت تخطط وياها أنه مثلا إذا طلبك للفراش قولي أنا تعبانة مريضة في الدورة الشهرية، غير ذلك هذا الجانب، إذا طلب منك خدمة معينة تعاجزي أنه أنا تعبانة وما أقدر وما أتمكن، وجيب إلي عاملة وفلان وفلتان وهكذا. الناقل يقول إلى أن الزوج بعد قال إذا أنت هالشكل أنا ما أقدر أعيش وياش، فرتب أمور الطلاق. عندئذ أحد الأقارب ذهب إلى هذه الزوجة وقال لها أنت جادة في أمر الطلاق، وأنه فعلا يعني لو طلقتي غدا ماذا ستصنعين؟ إذا أنت مرتاحة إلى الولد، قالت أمي تقول هالشكل، وأنه أنا ناس واجد يتمنوني، وأنه ما أدري كذا، هذا ما يسوى، وضعه المادي فلان، وضعه الاجتماعي فلتان، وعلى هذا المعدل. فعندما أدركت تراجعت. الآن المشكلة لا ذلك الزوج يقبل هذاك القبول السابق، ولا هي هم قادرة على أن تبرهن له على أنه مثلا هي رجعت رجوع حقيقي إلى الزوجية، فخسرت من الطرفين على أثر تدخل أم غير واعية غير فاهمة في هذا الجانب. هنا ينبغي القول أنه ليس من حق الأب
ولا من حق الأم من الناحية الشرعية، هذا الأمر لا يجوز لهما ولا يجب على البنت ولا على الابن أن يطيع أباه أو أن تطيع أباها أو أن يطيع أمهما في قضية الطلاق. ليست دائرة الطاعة شاملة لمثل هذا المورد. الإنسان إذا رأى أن أباه يهدم حياته الزوجية يعاشره بالتي أحسن، يرد عليه ردا حسنا وطيبا، يكلمه بكلام صالح، ولكن لا يجب عليه طاعته. تقول له أمه حليب حرام عليك، زين إذا ما تطلقها قل له خب ما يخالف، روح اشتري حليب مجفف مثلا. هذا الحليب لا قيمة له إذا كان سينهي حياة الطرفين الزوجيين المنسجمة. لا يجب على البنت ولا يجب على الولد أن يطيع الأم في هذا المعنى. وكلام حليبي حرام عليك هذا كلام فارغ لا معنى له أصلا. طيب، الصحيح هو أن يتدخل الأبوان في إصلاح ذات البين. يعني لنفترض الابن جاء شاكيا إلى الأم أو إلى الأب، إلى أمه أو أبي، أن هذه ما تسوي وهذه ما تعمل وهذه كذا وفيها وعليها. هذا الأب الحكيم أو الأم الحكيمة لازم يخفف هذا الاندفاع ماله. تحدثوا أنه تدري لا تزال صغيرة السن، تحتاج إلى تجربة، تحتاج إلى تدريب، تحتاج إلى صبر، أنت لازم تعلمها، لازم تصبر عليها. يأخذون ذاك الجانب، مو أنه يشجعونه على أمر الطلاق. والعكس أيضا كذلك، إذا جاءت البنت هذا الزوج كذا يصنع وكذا يعمل وعندها المخالفات وعندها المشاكل، لازم الأب والأم يتحدثون في الاتجاه المخالف، أنه نعم قسم من الشباب هالشكل يحصل منهم، لكن آخر الأمر سيتعقلون وأنت لازم تصبرين على هذا الجانب، ونتعاون في ذلك، نكلمها احنا بالتي هي أحسن، أنت كلميه بالحكمة، يصونان حياة الزوجين، لا أنهما يصبان الزيت على نار انفعاله، فضلا عن أن يشجعاه على شجع الزوجين على الانفصال وعلى الفراق. لذلك حتى التدخل، زين، تدخل الآخرين في القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إذا فعلا كانت نيتهما الإصلاح، الأطراف اللي تتدخل إذا كان نيتهم الإصلاح، الله يجعل التوفيق في ذلك والبركة والخير. فهذا من الأمور التي ينبغي مراعاتها. آخر سؤال وننهي به الحديث هو، هل أن زواج المختلفين مذهبيا سبب من أسباب الطلاق أو لا؟ وقد سئلنا عن هذا، والجواب أنه من الناحية الشرعية زواج المختلفين مذهبيا، يعني لنفترض في ضمن الدائرة الإسلامية، طبعا الدائرة الدينية، أن يتزوج مسيحي امرأة مسلمة، عندنا الإمامية غير جائز. عكس ذلك أن يتزوج
إمامي مسيحية أو مسلم مسيحية، فيه تفصيل المشهور على أن الزواج المؤقت بها جائز دون الزواج الدائم، دون الزواج الدائم، هذا الرأي المشهور تقريبا. هناك بعض العلماء لم يفرق بين الزواج المنقطع والدائم في أنه يجوز في كلا الحالتين، لكن الرأي المشهور المعمول به عند الفقهاء هو أنه يجوز انقطاعا لا دواما، مع بعض الشروط عند بعض العلماء، مثل إذا كان قد تزوج، إذا كان متزوجا لامرأة مسلمة وأراد أن يتزوج امرأة مسيحية فلا بد من استئذانها عند بعض العلماء. طيب، أما في المختلفين مذهبيا، سني وشيعية أو شيعي وسنية أو فيما بين هذه المذاهب، زواج الشيعي بغير الشيعية جائز، عكس ذلك زواج السني بالشيعية جائز ما لم يكن ذلك الرجل محسوبا من أعداء أهل البيت. هناك بعض الفرق، بعض الفئات أو خصوص هذا الشخص متظاهر بسب أهل البيت، ببغض أهل البيت، هذا لا يجوز الزواج منه. فيجوز إذن أن يتزوج ما لم يكن من مبغضي أهل البيت، يظهر ذلك البغض. وهناك قيد آخر ذكره بعض العلماء، وهو ألا يغريها بترك مذهبها لتكون من مخالفي أهل البيت عليهم السلام. أما في غير هذه الحالة فيجوز عند العلماء. هذا من الناحية الشرعية. هناك نقطة أخرى، وهي هذا الزواج المختلف مذهبيا من الناحية الاجتماعية والزوجية. نحن نعتقد أن الزواج لكي ينجح فلا بد أن تتوفر فيه أكثر العوامل المسببة للنجاح، فإذا كانت هذه العوامل موجودة هنا، مثل الأخلاق الحسنة، مثل العشرة الطيبة، مثل أن يتركها على سبيل المثال على مذهبها وعلى طريقتها وأمثال ذلك، فإن مثل هذه الأمور كقواعد مما تساعد على نجاح الحياة الزوجية. وأما لو كان خلاف ذلك، بأن لم يكن على أخلاقية حسنة، أو كان في الموضوع الديني متعنتا والمذهبي متعنتا، فإننا نعتقد أن مثل هذا الأمر مما لا يساهم في استدامة وبقاء الحياة الزوجية. وتختلف الحالات باختلاف الأفراد، كما قلت من الناحية الشرعية ذاك حكمه، من الناحية الاجتماعية أيضا لا بد أن يلاحظ الإنسان هل هذا الزواج مقبول في عائلتي أو غير مقبول، لأن أنا ما أريد، أنا البنت الشيعية لا أريد أن أنفصل عن والدي وأهلي ومجتمعي. قد في بعض المجتمعات ينظر إلى هذا نظرة سيئة، وفي بعض المجتمعات الأخرى لا، ينظر إليه نظرة طبيعية. قد يكون خصوص عائلتي يكون فيها الحدث حدث مرفوض جملة وتفصيلا،
هنا لابد أن يلاحظ الطرفان بالإضافة إلى الجانب الشرعي والديني الجانب الاجتماعي والأسري وإمكانيات الاستمرار، ولا يمكن بالتالي في هذا الجانب الثاني لا يمكن أن نعطي قاعدة عامة، إذ تختلف المسألة باختلاف الأماكن. في العراق قد يكون الزيجات المختلطة كثيرة، بينما في أماكن أخرى ليست كذلك. في هذه العائلة الفلانية هذا الأمر مقبول، بينما العائلة الأخرى مثلا مرفوض تماما. فينبغي ملاحظة هذه الأمور، وكل حالة على حدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق مجتمعنا للأخذ بسبل الخير والاستقرار في بناء الحياة الزوجية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.